السيدة أم مليكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ نعمة وفضل الحمد لله. الحمد لله، أنا بعز حضرتك جدا وبحترمك جدا، ربنا يبارك لك. الله يرضى عنكم ومبارك فيك. ربنا يخليك. بص حضرتك لو سمحت، أنا كنت الحمد لله الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة عليا شوية، كنت معايا شوية موت وكنت داخلة في حالة اكتئاب ومرض نفسي. ممكن تعلي صوتك شوية يا أم مليكة؟ سامعني حضرتك كده؟ شكرا، اتفضلي. انا الحمد لله يعني ربنا يعافيني، انا بمر بظروف صحيه نفسيه مش كويسه. طيب تمام، فانا باخد بالاسباب وبتعالج. ربنا ان شاء الله يجمع لك من تمام الاجر والعافيه يا رب. اللهم امين. فانا قبل ما ابتدي اخد خطوات العلاج كان دايما معايا حاله عدم رضا، هو ربنا يسامحني، ربنا بيعمل فينا كده، الناس كلها وحشه، تصرفاتها وحشه. كنت حاسه بحاله عدم رضا وكنت بحس اني برمي اللوم على ربنا على ما انه ما عندوش الا الخير كله. طيب. فانا كده عليا ذنب. يعني فيما سبق ولا فيما هو حالي؟ فيما سبق. فيما سبق، انا هقول لحضرتك في سؤال ثاني. تمام، واعمل ايه اني احاول ما افكرش بالطريقه دي تاني؟ كلام كويس جدا جدا، يعني ازاي نسبة على حنة من الرضا اللي عندنا دلوقتي والتسليم لله، صح كده؟ تمام بالظبط كده. طيب ام مليكة، بس في سؤال تاني؟ شكرا لحضرتك. ربنا يحفظك ان شاء الله يجمع لك بين تمام الاجر والعافيه. بص حضرتك، اللي فات ده نوعين، النوع الاولاني ان احنا نكون بنعمل الكلام ده واحنا اصلا تحت اطار الصدمه واحنا مش قادرين نملك نفسنا فخلاص. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم المرأة قال لها اتقي الله يا امرأة، اصبري يا امرأة، لما رجعت له ما قالهاش على عقاب على اللي هي عملته لأن هي كانت مصدومة، بس علمها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا إحنا عملنا الكلام ده وإحنا ما كناش وكان عندنا حالة من حالات الصدمة، نحسب إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل دوت إن شاء الله في عفوه. طيب اذا كنا عملنا الكلام ده متعمدين بقى وحصل لنا كل هذه الفتنه وحصلنا وتوبنا الى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال لو جئتني بقراب الارض خطايا جئتك بقرابها مغفره ثم غفرت لك ولا ابالي. ان شاء الله ربنا يكون ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غفر هذا، توبنا الى الله وعزمنا على الا نعود الى معصيه ابدا، الحمد لله، الحمد لله على اللي احنا فيه. ازاي بقى افضل انا في الرضا؟ أنا مش هقول لحضرتك زي ما بعض الناس بيقولوا للناس إن رضاكي أو عدم رضاكي مش هيغير من الواقع، لا، أنا بقول لك إن رضاكي هيخليكي تشوفي الدنيا أوسع. أوسع من هذا الجزء اللي أنت شايفاه إن أنت اتحرمتي فيه من الرزق، زي رزق الصحة مثلا. أنت ما اتحرمتيش، بس ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب مهم جدا اسمه باب الدعوة المستجابة. يعني أنت في الحالة دي أنت قريبة من الله، فادعي كما شئتي. انت هتبتدي تشوف حياتك بطريقه مختلفه خالص، ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجمع لك كل الحاجات اللي انت كنت بتعيشيها في سنوات طويله في دقائق قليله، بس لما تشوفي بنور الله، لما تشوفي بكرم الله، لما تشوفي ان ربنا ما منعكيش، هو ربنا فتح لك ابواب تانيه. فابواب التانيه دي انت محتاجه تكتشفيها، لازم تتدربي على ده، لازم تتدربي على ان ربنا سبحانه وتعالى ايه الابواب اللي بيوريكي فيها الحياه، ممكن تشوفي من باب الحكمه. وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة اللي انت قلت الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي، انت قلتي ايه؟ انا ازاي اثبت على الرضا اللي انا فيه؟ دي حكمة. فلذلك الله سبحانه وتعالى هتجد نفسك اهدأ وبطلت عصبية، وهتجد اشياء كتيرة، ابواب كتيرة من الخير ربنا فتحها عليكي فاستثمريها. ازاي تستثمريها؟ اول حاجة ان اللي عندك ده حاولي طول الوقت تعيشيه وتدوقي حلاوته وتبتدي تشوفي حياتك من خلاله. تاني حاجة وده شيء مهم جدا، غيري برنامج حياتك لكي تستثمري فيه نعمة ربنا اللي أنعم عليك بالحكمة وبالتسليم وبالرضا. حتى وإن أدخلتي إن أنت تساعدي الناس اللي زيك إزاي يوصلوا إلى درجة الرضا. الحاجة الثالثة كمان المهمة جدا جدا، إن أنت لا تتوقفي أبدا عن ذكر الله. دايما اذكري الله سبحانه وتعالى. وإذا ما كانش عندك ذكر بتقدر تذكر النبي، صلي على حضرة النبي كتير. الثلاث حاجات دول لو عملتيهم إن شاء الله هتقدري تثبتي على ما أنت فيه، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له الصحابي أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا كفيت همك وأوقيت. يلا توكلي على الله وإن شاء الله ربنا يفتح عليك يا أم